هم معاهم مستشار، هم معاهم مستشار، واحنا معانا عزيز جبار، واحنا معانا عزيز جبار. هم معانا طلاب اتحاد طلاب معهد هندسه تكنولوجيا الطيران، كان في اعتصام من الطلاب دلوقتي عشان يكون عندهم مطلب واحد اللي هو تحويل معهد كليه. الطلب دوت جاي من فئات تاني كتير في المعهد، من العمال ومن المعيدين. طبعا العمال او المعيدين ليهم طلبات تانية هم بيطالبوا بيها. احنا كطلبه دلوقتي كاتحاد طلاب بيتكلم في مطلب واحد دلوقتي، اللي هو المفروض ان الناس كلها متجمعه عليه حاجه واحده بس، ان احنا عايزين نتحول كليه. مطالبنا مطالب شرعيه، مطالبنا مطالب شرعيه، تحويل معهد لكليه، تحويل معهد لكليه. ابعت كل يوم مسؤول، ابعت كل يوم مسؤول، وعن حقنا مش هنطول، وعن الطلبه طالبين تحويل لكليه، المعيدين بالتبعيه هيبقوا مثبتين ان هو ده طلب المعيدين ان هو يتثبت مساواته في الجامعات الحكوميه. هم عاوزين يخلوه خاص وهو اساسا حكومه، وزاره التعليم العالي اتنقل من وزاره الطيران المدني. انا بقالي 13 سنه وفي زمايلي بقالهم 10 سنين، كل الموظفين مضرورين. يلي ساكن ساكن ليه خدت حقك ولا ايه؟ يلي ساكن ساكن ليه خدت حقك ولا